افتتحت وزارة الأوقاف مسجد الصحابة بعزبة القوع التابعة لقرية الوادي الأخضر بمركز ومدينة القصاصين الجديدة. تكلفت أعمال بناء مسجد الصحابة بالقصاصين الجديدة 5 ملايين جنيه بالجهود الذاتية. اليوم يتم افتتاح 26 مسجد على مستوى الجمهورية، وبإذن الله تعالى الافتتاحات مستمرة بفضل القيادة الحكيمة لوزارة الأوقاف وتحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية حفظه الله. ده يعني يدل على التكافل الاجتماعي داخل محافظة إسماعيلية، فأنا بشكر كل من ساهم في هذا العمل الصرح الإسلامي الكبير، بيوت من بيوت الله اللي تم افتتاحها النهاردة بحضور قيادات محافظة إسماعيلية. ده صرح كبير جدا ونشكر الله على ذلك، ودوما دوما يا ربي إلى الأمام دايما إن شاء الله وزارة الأوقاف. الحمد لله ربنا وفقنا بإحلال وتجديد وبناء أكثر من 30 مسجد في خلال سنتين، الحمد لله كله بفضل إدارة الأوقاف إسماعيلية وأهالي البلد اللي ساعدونا ووقفوا معانا في كل افتتاحات بناء المساجد اللي في مركز مدينة القصاصين.